بسم الله نكمل. نتكلم بقى عن تكون ثلج بكميات كبيره. شايف الثلج بيوصل لايه؟ ده فين ده؟ ده جهاز شباك، ده جهاز سبليت، ده جهاز سبليت. الثلج ايه اللي يخلي الثلج يتكون كده؟ قلة الصيانة أو شحن زيادة أو مراوح. سيبك من شحن زيادة دلوقتي. مراوح. من أكتر الحاجات اللي تخلي التلج، من أكتر الحاجات اللي تخلي التلج يتكون بالطريقة دي المروحة. لو المروحة الكباستور بتاعها ضعف. احنا خدنا مثلا الكباستور بتاعها، نعمل دقيقة واحدة بس كلام حاسب عليك. ماشي؟ لو المبخر، المروحة بتاعت المبخر الكباستور بتاعها ضعف، ما يبقاش فيه عملية توزيع للهواء كويس، فيروح مكون تلج. التلج اللي يكونه يعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده يقفل. او في حالة صيانة، الصيانة لو الكويل قفل خالص يعمل تلج، وهنشوف حالات لصور الكويلات. ماشي. كنت بتشحن يعني؟ لا مش بتشحن. حته ان صيانه، حته صيانه، صيانه البلاش او الغسيل او الفلتر. بس من اكتر الحاجات اللي تخلي المبخر يعمل تلج بالطريقه دي المروحه. لما في الثلاجه نفس الفكره برضه. ماشي. لما في حاجه، ماشي اتفضل. في حاجه قابلتني، كان جهاز كان بيعمل تلج، ورحت اختبرت كل حاجة، اكتشفت الجهاز موجود 3 حصان في أوضة صغيرة، في أوضة صغيرة. فقدرة الجهاز ماشي، كان السنسور ما كانش بيفصل، السنسور ما كانش بيفصل على الطبيعي. فكان التكييف يشتغل، التكييف يشتغل وبعد مثلا 6 7 ساعات من شغله يبتدي يعمل تلج. خلاص يبقى التكييف برودة جامدة. التكييف 3 حصان. برودة جامدة في الأوضة. ماشي، والأوضة محتاجة جهاز 1.5. ماشي، فاللي بيحصل إيه؟ 3 حصان والتكييف 1.5، اللي بيحصل إيه؟ التكييف بيبرد على المبخر، عارف لو سرعة الدوران بتاعت الفصل، ها؟ سرعة الدوران بتاعت الفصل على ما بيحس، بس تكون التكييف عامل ايه؟ كفاءة زيادة، فيعمل حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. على مدار 6 7 ساعات يبتدي يقفل، يعمل عملية إعاقة للهواء. لكن الأساس في تكون التلج الكباستور والمروحة، دول أكتر حاجة، والصيانة. شايف ده؟ إيه ده؟ الصورة طبيعية مش لاسعة. ده ممكن يكون مروحة وقفت خالص، دي وقفت خالص، والجهاز السنسور ممكن يكون شغال بدون سنسور، يعني عشان فاكر لما كنا بنقول السنسور يحس بالثلج فيفصل، فالسنسور مش حاسس، او حد كان مشغله مباشر، او لو في سنسورات بالثلج ده لازم تفصل. اكيد تقول فوتوشوب. لا مش فوتوشوب، ما فيش حد يسيب كده لحد ما. لا في اجهزه بتبقى شغاله في مكان ممكن قاعد يومين ثلاثه. في بعض الاحيان حصلت، ها، ان جهاز بسبب ما الكونتاكتور لدع. اه الكونتاكتور لدع، فالتكييف الكباس شغال والمكثف شغال والمبخر ما فيش مفيش مروحه. المروحة ما بتشتغلش الا عن طريق الكارت او ماشي. انا الجهاز بتاعي قعد حتى 3 أو 4 أيام شغال مش موجود. بسبب ايه؟ بسبب لو شغال طبيعي، بسبب التايمر. بص لو شغال طبيعي ماشي، كنت ناسي التايمر مظبوط على وقت اللي شغال فيه. ما هي الفانة شغالة بس مش هيعمل كده. لكن بقول لك لو الكونتاكتور لدع، بقول لك اهو لو الكونتاكتور لدع. ايوه انت ما بتطفيش من البتشين. انت كده عملت الكونتاكت اللدع شغال، فالكباس شغال والمكثف شغال، وهو عمال يجيب لي في تلج جوه. يعمل كده
بس مفيش حد ما بيوزعش جوه بقى، ما بيوزعش ومفيش المروحه مش شغاله والسنسور مش حاسس ولا جاير الكهرباء شغاله. مفيش ايوه هو الكباش شغال بس بيدي. حاجه جميله خالص في بعض الاساتذه بس الكلام ده مش في مصر ماشي. بيحطوا على الكباس سخان الدول اللي بتعمل تلج عشان تسخن. احنا العكس هنا بقى، الدول اللي بتعمل تلج هو عايز يشغل عشان يشغل سخن الزيت بيتجمد. فالموتور ايه مش هيزاتي، فبيروح عامل سخانات على الكباس علشان يدفي الكباس عشان الزيت ما يتجمدش عشان يعرف يشتغل يدي سخن. ده جهاز عايز صيانه. عايز ترن ده. اكتر حاجه بتخلي الجهاز توصل للشكل البشع ده النظافه، ان حد ياخد يشغل الجهاز من غير فلتر او يغسل الفلتر ويحطه مبلول. لو هو يغسل ياخد الفلتر ويغسله وهو مبلول يروح عامل ايه؟ اي حاجه فيها تراب، فالتراب يتراكم مره على مره على مره او يشغل الجهاز فتره بدون فلتر خالص، فالجهاز يوصل للطريقه دي. في ماده كيميائيه بتتباع في ماركات، مش انا مش بقاش في ماده عند محلات بتوع حاجه التكييف الكبيره. الماده دي لما بيكون الجهاز مسدود في رواسب وفي زيوت وفي الكلام ده كله، الماده دي بتترش على المبخر او المكثف او الحاجه انت عايز تنضفها. بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه فوران. مش عايز اقول ميه نار، لما ميه نار هتاكل الدنيا خالص، لكن هي اتكلم في الفكره. الماده دي ماده مذيبه للزيوت، مذيبه للاتربه، مذيبه. فبتعمل ايه؟ ممكن تحطها على الكويل تروح عامله زي فوران كده وتروح ملمعه لك الكويل واكلك اي رواسب. بس بعد ما تعمل بالماده دي لازم تغسل الكويل كويس قوي، لان انت لو سبت الماده دي في ماركات موجوده، لو انت سبت دي وما غسلتهاش بتاكل الالومنيا. بتاكل الالومنيا. فلازم تروح عامل ايه؟ تخطفها كويس. ولما تيجي تتعامل مع الماده دي لازم تكون لابس جوانتيات. لما تيجي تتعامل مع الماده دي حته الامن الصناعي بيتكلم عليها، ما ينفعش تيجي تعمل كده وتروح صابب يطلع هبو منها ولا بخار منها على عينك ممكن تدعمي. لا يا استاذي، ما عشان فاكر لما كنت لسه بقول من شويه في الفيديو اللي قبل ده ان احنا ما عندناش ثقافه التعامل مع الامن الصناعي، ما عندناش ثقافه التعامل مع الكيماويات. هو غسيل الكويل مش انت ماشي مش مشكله، غسيل الكويل سهل بالميه برضه بينضف. في حالات بتبقى بشعه. ايوه. طب في ده حالات غسلته كويس بالميه بعد الماء. بالظبط بقى، وانت الخبره هنا مهمه قوي. عامل الخبره ما ينفعش ان احنا نستهين بيه. مهما كنت شكال كل يوم هتتعلم حاجه احسن اكتر. في بعض الاجهزه بسبب ان الناس بتشكل من غير الفلتر بتلاقي ايه؟ في أتربة موجودة أو ساعات الفلتر يبقى فيه حتة مقطوعة. في الحالة اللي زي كده لازم من ضمن شنطتك في الصيانة معاك فرشة سنان. فرشة سنان وتجيب كوباية مية. تعمل بفرشة السنان في المية وتيجي تشتغل وفرشة سنان مش فرشة سلك. فرشة سنان بتبقى ناعمة أو حتى خشنة يعني حساسة إنها ما تتنيش في الزعانف وتبتدي تعمل إيه؟ تبتدي ان انت تمشط ايه؟ الاتربه اللي موجوده دي، وبعد كده تروح عامل بالبلاك. من اسباب تكون التلج او عدم ان التكييف يشتغل البلاور قافل تراب، ان البلاور ده هو بتاع التكييف سبليت الهاي وول، ان هو بيبقى عامل ايه؟ ده في زاويه غرف، ده غرف لمجرة الهواء. ده في بعض الاحيان بيوصل لدرجه ان اتقفل تراب. شايف انت هنا البلاور في صوره هتبقى اوضح. ايوه
ما يطلعش هواء، شايف؟ وما يسحبش من الكلمة. شايف دي؟ ده اتغسل وده ما اتغسلش. شايف دي عامله ازاي؟ ايوه. فتلاقي ان المروحه، تلاقي ان الجهاز المروحه شغاله واقف قدامه مفيش هواء. بالظبط. والجهاز يعمل تلج. ما هو في السحب. وتغير كباستور وتعمل وتغير وتعمل. ده بتفك الريشه والفرشه والضغط ميه وتروح منظفه. تمام؟ بس انت تكلفتها دلوقتي كام؟ مالهاش دعوه بتكلفتها كام؟ في الاخر الجهاز كان مش شغال وانت شغال. ما اديناش في داهيه يا فانوس. هنقف على كده ونكمل بكره اعطال دائره الصرف والعزل والاعطال الكهربيه واعطال تثبيت الجسم. عشان كده خلاص الوقت وقف. نفتح النور.